رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين آمين آمين. إن شاء الله اليوم نختم شرح كتاب نزهة النظر للحافظ حافظ الدنيا أحمد بن علي بن حجر إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله بعد ما نختم الكتاب ننظر بقى إذا كنا هنعيده مرة أخرى ولا هنشرع في كتاب آخر إن شاء الله. يقول الحافظ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ومن المهم في هذا الفن أي فن مصطلح الحديث معرفة الأسماء المجردة، أي الأسماء المجردة عن الكنى وعن الأنساب وعن الألقاب، مجرد الاسم فقط. وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخهما وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. فالحافظ يقصد بغير قيد أي بغير قيد التضعيف والتوثيق. ومنهم من أفرد الثقات، يعني أفردها في مصنف مستقل كالعجلي وابن حبان وابن شاهين. ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري، يعني من العلماء من تكلم على كتاب مخصوص فقط زي البخاري ومسلم وغيرهما، كرجال البخاري لأبي نصر الكلاباذي، ورجال مسلم لأبي بكر ابن منجوية، وطبعا المحدثين ينطقوها كده منجوية، راهوية إسحاق ابن راهوية. أهل اللغة بقى يقولوها لا، يقولوها إيه؟ منجويه، سيبويه، راهويه. لا دي ما فيهاش تصغير. هم يعني أهل اللغة يفتحون إيه الواو ويسكنون الياء والهاء. المحدثين يسكنون الايه الواو ويضمون ما قبله، فتقول مثلا إسحاق بن راهوية، أبي بكر بن ايه منجوية. واضح؟ ويقال إن في حديث المحدثين إيه يعني كرهوا إن هم يقولون إن هم يقولوا ويه، لأن في حديث بيقول إن ويه اسم من أسماء الشيطان، فالمحدثين إيه بيكرهوا إن هم يقولوا إيه سيبويه راهويه وما على هذا الإيه الوزن لأجل هذا الحديث يعني. ورجالهما أي رجال البخاري ومسلم معا لأبي الفضل بن طاهر. يبقى أبي الفضل بن طاهر له كتاب في الكلام على رجال البخاري ورجال مسلم. ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة.
زي الحافظ أبو محمد الدورقي. الحافظ أبو محمد الدورقي له كتاب لرجال الترمذي وكتاب آخر لرجال النسائي. ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، وهو كتاب واسع كبير. ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، حافظ المزي لخص كتاب الكمال وسماه تهذيب الكمال. وقد لخصته الحافظ بقى ابن حجر بيقول ايه، وقد لخصته وزدت عليه اشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. قدر ثلث الأصل، الأصل اللي هو مين بقى؟ كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي. يعني الزيادات التي زادها الحافظ ابن حجر على كتاب تهذيب الكمال تأتي في حجم ثلث كتاب الكمال نفسه للحافظ عبد الغني المقدسي. وده الأقرب إلى الفهم. طبعا في بعض الناس قالوا زي ما انت قلت كده ان هو ثلث الأصل المقصود به تهذيب الكمال لإيه؟ للمزي نفسه. لكن الأقرب إلى الفهم ان هو ثلث الأصل، الأصل اللي هو كتاب عبد الغني المقدسي. طبعا الحافظ برضو اختصر كتاب تهذيب التهذيب ده، عمل له مختصر كده اسمه تقريب التهذيب في مجلد واحد. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة. أسماء المفردة يعني التي لا يسمى بها إلا واحد فقط، يعني الاسم ده لم يتكرر، واضح؟ وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي بكسر الباء وفتحه، البرديجي والبرديجي. فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها، تعقبوا عليه بعضها، من ذلك قوله صغدي بن سنان. يعني من الأشياء التي أو من الأسماء التي تعقبوا عليها أو تعقبوا بها الحافظ أبو بكر هذا الاسم صغدي بن سنان، أحد الضعفاء، وهو بضم المهملة أي الصاد يعني. وقد تبدل سينا مهملة، تقول صغدي وصغدي بالسين والصاد، وسكون الغين المعجمة، سكون الغين المعجمة. الاسم ده لما تيجي تفتح كتاب لسان الميزان للحافظ ابن حجر هتلاقي اللي طبع الكتاب خلاها بالفه، صفدي بن سنان. فالكتاب اللي مطبوع دلوقتي هتلاقيها بالفه، وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب. يعني ايه صغدي، ما تقولش صغدي، لأن النسب بتبقى ايه مشددة في آخره. وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. يعني ان الحافظ أبو بكر لما ذكر صغدي بن سنان هذا كان يظن أنه فرد، يعني ما فيش حد تاني من الرواة تسمى بهذا الاسم، فالحافظ بيقول وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. وفي تاريخ العقيلي صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة، قال العقيلي حديثه غير محفوظ. يبقى في صغدي بن سنان اهو وصغدي بن عبد الله،
فلأجل ذلك تعقبوا على الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون وقالوا له لا ده فيه اتنين أهو مش واحد. وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره وليست الآفة منه. يعني ليس الضعف من قبل صغدي هذا، بل هي من الراوي عنه، عن بسة ابن عبد الرحمن، والله أعلم. وهذا الكلام هو بعينه اللي ذكره الحافظ في لسان الميزان. ومن ذلك، أي من الأسماء التي تعقبت على الحافظ أبي بكر، سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذامي، له صحبة ورواية، وكان قد نزل مصر. سندر هذا نزل مصر وأحد الصحابة. والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن بندة سندر أبو الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن بندة. يعني سندر أبو الأسود اللي ذكره الحافظ أبو موسى في الذيل هذا هو نفسه سندر اللي ذكره ابن منده في الأصل، هما واحد، الاثنين واحد. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي نسبة إلى مدينة الجيزة هنا في مصر أيضا في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة. كتاب الحافظ طبعا في الصحابة اسمه اللي هو ايه؟ الإصابة. الإصابة في تمييزي أو في معرفة الصحابة. طيب، هو لما بيتكلم على سندر بيقول ايه؟ له صحبة وايه؟ ورواية. طب ما كان يقول له صحبة فقط ويسكت. فقال لك إن لا يلزم من كونه صحابي أن تكون له رواية. فالصحابة بلغ عددهم في حجة الوداع ما يقرب من 100,000، بينما الصحابة اللي لهم رواية يعني حوالي 10,000. يبقى هذا الكم الهائل من الصحابة هم صحابة لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصدقوا به، ولكن ليس لهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سمعوا ولم يروا. أكيد سمعوا من كلامه ورأوا، وربما لم يسمعوه، لأن 100,000 يعني هذا عدد كبير جدا، لكن هم رأوه قطعا وكانوا مؤمنين به. لكن لا يلزم من هذا أن تكون لهم رواية، أو ربما سمعوا منه ولم يؤدوا ما سمعوه، فلا يلزم من كونه صحابيا أن تكون له رواية. لذلك الحافظ بيقول له صحبة ورواية. وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب، يعني من الأشياء المهمة في طالب هذا العلم أن يعرف الكنى المجردة والألقاب، وهي تارة تكون بلفظ. احنا طبعا تكلمنا ايه معنى الكنية وايه معنى اللقب في أظن في اللقاء السابق،
وهي تارة تكون بلفظ الاسم، مثل مثلا سفينة اللي هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أشهب فذا لقب، كل دي ألقاب، وهي في ذات الوقت أسماء. وتارة تكون بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة، فالكنية ممكن تكون نسبة إلى عاهة، مثل إيه؟ لا، اللقب يكون نسبة إلى عاهة، زي إيه؟ الأعمش، الأعرج، والأعور، ونحو ذلك. أو حرفة، حرفة زي البزاز اللي هو بيبيع الحرير، بز اللي هو الحرير يعني سواء الذم بمدح أو ذم، ده هذا اللقب. اللقب تارة يكون بالمدح وتارة يكون فيه ذم، كالأعمش الذم كالأعمش والأعور والأعرج ونحو ذلك. وذكرنا مثال للمدح اللي هو أبو عاصم النبيل، وقلنا لما سمي بهذا الاسم أو لقب بهذا اللقب. وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة، وكذا الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل. طبعا العرب كانت قديما غالبا ما تنسب إلى القبيلة، تنسب إلى القبائل، قرشي، قريش هذه قبيلة، فكانت العرب تسمي غالبا بإيه؟ أو تنسب إلى القبيلة وليس إلى الحرفة أو للصناعة أو نحو ذلك، إنهم ما كانش عندهم حرف ولا صناعات، فكان أهم شيء عندهم هو القبيلة. طبعا الأنساب من أشهر ما صنف فيها كتاب الأنساب للسمعاني، كتاب الأنساب للسمعاني، واختصره ابن الأثير في كتاب اللباب في معرفة الأنساب. وجه الحافظ السيوطي اختصر المختصر، سماها لب اللباب في معرفة الأنساب. الحافظ السمعاني الأنساب، ابن الأثير اختصره في إيه؟ في اللباب في معرفة الأنساب. جه الحافظ السيوطي اختصره في لب اللباب في معرفة الأنساب. وهي تارة تقع إلى القبائل، وهو في المتقدمين أكثري بالنسبة إلى المتأخرين، لأن طبعا المتأخرين أخذوا بقى يسكنون الأوطان وكانت لهم حرف وصناعات، فأصبحوا ينتسبون إلى الصناعات إلى الحرف أكثر من القبائل. ده في الإيه؟ في المتأخرين. وتارة إلى الأوطان، وتارة إلى الأوطان، إن هو مثلا يقول دمشقي، بغدادي ونحو ذلك. طب إمتى ينسب إلى الوطن؟ يعني أنا مثلا من مصر ورحت بغداد قعدت فيها، فإمتى يقال عني بغدادي؟ فابن المبارك قال لك ما يقلش جلوسه فيها عن 4 سنوات،
يقعد 4 سنين على الأقل حتى يقال عنه بغدادي، وهكذا. طبعا في بعض العلماء يعني لم يضع حدا لهذا، حتى ان الحافظ ابن كثير نفسه توقف في هذا، قال ايه ما لا ادري، فلا حد لاكثره ولا لاقله، لكن ابن المبارك بس هو اللي حدده ب4 سنوات. وهذا في وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثري بالنسبة إلى المتقدمين، يعني عكس إيه يعني المتقدمين كانوا ينسبون إلى القبائل، أما المتأخرين فينسبون إلى الأوطان. والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلادا أو ضياعا. الضياع جمع ضيعة، وهي المزرعة أو الحديقة ونحو ذلك، أو سككا، السكة هي الطريق، أو مجاورة زي الشارع أو الحارة كده عندنا، وتقع إلى الصنائع، يعني النسب أيضا تكون إيه؟ إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز. طيب إيه الفرق بقى بين الصنعة والحرفة؟ حد عارف؟ كان صنايعي دبلي. الصنعة أن تكون مباشرا لما تفعله بيديك، يعني الخياط هو اللي بيخيط بإيده، لكن الحرفة لا يشترط أن يكون مباشرا كالبزاز. البزاز اللي هو بيبيع الحرير، اللي بيبيع الحرير ده مش لازم يكون هو اللي نسجه وهو اللي غزله وهو اللي صنعه، لا مش لازم، لكن الخياط لازم هو اللي بيخيط بإيده. يبقى إيه الصنائع أو الصنعة لابد أن تكون مباشرا بيدك، أما الحرفة فلا يشترط المباشرة باليد. طيب، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، يعني ممكن يحدث التباس في الصنائع والحرف زي الأسماء بالضبط، زي مثلا إيه البزار والبزاز، الجمال والحمال، واضح؟ فممكن يحصل ايه الاشتباه في كده، الصباغ والصياغ، الصباغ اللي هو بيصبغ الثياب بلون، الصياغ اللي هو بائع الذهب او يصوغ الايه المعادن. فهذه الصناعات يقع فيها الاشتباه أيضا كما يقع في الأسماء، يعني ممكن واحد يجي يقول البزار يقول البزاز والعكس، يغلط لأن هما الكلمتين زي بعض، فرق في النقطة بس. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، القطواني ده قيل ان هو موضع بالكوفه، وقيل إن اللي هي قطوان يعني قيل انها موضع بالكوفه، قيل انها موضع بسمرقند، وقيل ان معناه هو ده الاقرب اللي هو اللي بتبقى ايه في
في عاهة في رجليه، بيبقى أي واحد بيبقى رجليه طويلة شوية، فتلاقيه مشيته إيه فيها يعني إيه تقارب في الخطى. ولذلك بيقول لك وكان يغضب منها، لأن هو لو كان من البصرة ولا من كوفة ولا من سمرقند طب هيغضب ليه؟ لكن إيه يعني لما تدور في القاموس كلمة قطوان دي تلاقيها إيه اللي هو طويل الرجلين المتقارب الخطى. فلذلك إيه كان إيه خالد بن مخلد يغضب من هذا الإيه من هذا اللقب. طيب لو واحد عايز ينتسب إلى قرية أو وطن زي ما الحفظ هنا بيقول أهو، إلى وطن أو ضياع أو سكك أو مجاورة ونحو ذلك أو قبيلة، طيب هو هينتسب يبدأ بالأعم ولا يبدأ بالأخص؟ يعني مثلا هنا في واحد مصري وهو في نفس الوقت من الصعيد، من صعيد مصر، وجوه الصعيد نفسه في قرى، فمثلا من أسيوط مثلا زي الحافظ السيوطي كده نسبة إلى أسيوط. فلما نيجي مثلا ايه ننسب الحافظ السيوطي نقول مثلا ايه المصري الصعيدي الاسيوطي، فنبدا بالاعم ولا نبدا بالاخص، يعني ما نقولش الاسيوطي او السيوطي الصعيدي المصري، لا نبدا بالاعم الاول. وكذلك بالنسبة إلى النسب فنبدأ أيضا بالأعم، فنقول مثلا القرشي الهاشمي، القرشي الهاشمي. طيب طبعا في بعض العلماء بيقتصر على العام فقط، يقتصر على العام فقط، يعني يقول مثلا المصري ولا يذكر تسلسل انتسابه إلى الأوطان، يعني ما يقولش المصري الصعيدي الأسيوطي، لا يقول المصري فقط. وده ده هذا يكون الأكثر، هذا هو الأكثر. معناه إن في بعضهم بيقتصر على الخاص ولكن ده الأقل. إذا الاقتصار على العام، إذا أراد أن يقتصر على العام فقط فلا بأس، وهذا كما قلت هو الأكثر في صنيع العلماء. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي أسباب الألقاب، إيه سبب اللقب؟ يعني مثلا واحد من شيوخ البخاري كان يلقب بصاعقة، الصاعقة اللي هي إيه؟ إيه معنى الصاعقة؟ الرعد اللي بيكون في السماء ده. فكان أحد شيوخ البخاري اللي هو أبو يحيى كان يلقب بصاعقة. طب سموه أو لقبوه بصاعقة ليه؟ قال لك لأنه كان شديد الحفظ.
يعني حفظه كده زي البرق، يبص على الحاجة كده حفظها خلاص، يعني كالبرق. فالحافظ بيقول ايه؟ من المهم ايضا معرفة اسباب ذلك، اي الالقاب. اللقب ده سمي بيه ليه؟ زي برضو ما قلنا ابو عاصم النبيل، سمي ابو عاصم النبيل ليه؟ فايه لازم ايه، لابد انك تعرف ايه سبب هذا اللقب. ومعرفة الموالي من اعلى ومن او اسفل، الموالي اللي هو ايه، كان في القديم في قبل الاسلام وبعد الاسلام، في صدر الاسلام كان هناك العبيد. فانا اذا كان لي عبد واعتقته فيصير هذا العبد مولى لي. مولى لي بمعنى ايه؟ ان يقال مثلا فلان هذا مولى فلان، وإذا مات أنا أرثه. إذا هذا المولى مات أنا أرثه، أنا اللي أعتقته. بينما هو أنا إذا مت هو ما يرثنيش. فهذا كان إيه يسمى إيه، يسمون الموالي. معرفة الموالي من أعلى، يعني من أعلى يعني إيه؟ يعني من أعتق المعتق، من هو؟ أو أسفل المعتق، من هو؟ يعني من أعتق ومن أعتق. هذا إيه من الأشياء المهمة. بالرق، يعني معرفة الموالي بالرق. وهذا كان هو الأغلب، كان هو الأغلب المولى بالرق، ان ايه في عبد اعتق من سيده فيصير مولى له. او بالحلف، بالحلف كان برضو ايه، ان قبيلة او شخص يناصر او يحالف شخصا وينصره فيصير ايه مولى له، زي الإمام مالك بن أنس في نسبته إيه؟ مالك بن أنس الأصبحي. أصبح دي كانت إيه؟ موالية لقبيلة من قريش، فهذا يسمى إيه؟ ولاء بالحلف أو بالمناصرة. أو بالإسلام كذلك، إذا أسلم رجل على يد رجل صار إيه مولى له، زي الإمام البخاري الجعفي، فجده أسلم على يد رجل اسمه اليمان بن أخنس الجعفي، فكان البخاري وأجداده موالي لإيه، لقبيلة الإيه الجعفي هذا، محمد بن إسماعيل بن كذا 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 الجعفي. فالجعفي هذا هو الذي أسلم جد البخاري على يده، على يد هذا الرجل. طبعا إن الولاء زي ما ذكرنا هنا إن هو بيكون بثلاث أشياء، بالإسلام وبالعتق وبإيه تاني وبالحلف. لكن مذهب جمهور العلماء ومنهم طبعا الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والثوري والأوزاعي ومذهب الجمهور،
إن الولاء يكون بالعتق فقط، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. إنما الولاء لمن أعتق، فده بيسموه إيه؟ أسلوب إيه؟ حصر وقصر. يعني الولاء لا يكون إلا في العتق. إنما الولاء لمن أعتق. طبعا ده خلافا لأبي حنيفة أو للحنفية. الحنفية بيقولوا إن الولاء يجري في هذه الأشياء الثلاثة، بالإسلام وبالعتق وبالحلف وبكل هذه الأشياء. لأن كل ذلك يطلق عليه مولى. فإيه ممكن يطلق عليه مولى من ناحية اللغة يعني؟ ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. يعني احنا هنعرف ولاء ده بالعتق ولا بالحلف ولا بالإسلام، هنعرفه إزاي؟ مش هنعرفه إلا إذا نصوا عليه. ومعرفة الإخوة والأخوات من الرواية، زي مثلا عبد الله وعتبة ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود وأخوه عتبة ابن مسعود، وعمر وزيد ابن الخطاب، سيدنا عمر وأخوه زيد، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني، وأيضا الإمام مسلم صاحب الصحيح صنف في هذا. لا، لم أره، أحتاج إلى بحث يعني. طبعا الحافظ الدارقطني ذكر في كتاب العلل له حوالي 3 أو 4 إخوة بيروا عن بعض، فقال عن طريق هشام بن حسان، ده عند الدارقطني في العلل، عن محمد بن سيرين، عن أخيه يحيى بن سيرين، عن أخيه أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حجة حقا تعبدا ورقا. فالحديث ده في 3 إخوة هو بيروا عن بعض. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب. طبعا ده صنف فيه الحافظ الخطيب البغدادي، وصنف فيه جماعة زي الحافظ ابن جماعة. الحافظ ابن جماعة له كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، وهو كتاب جيد جدا، فيه من الفوائد ما لا يعني ما لا تجده في كتاب آخر. وكتاب الخطيب اسمه لا يحضرني اسم كتاب الخطيب، وهو لكنه على كل حال مشهور يعني. خطيب البغدادي. فآداب الشيخ والطالب: ويشتركان في تصحيح النية. يعني في حاجات بيشتركوا فيها الشيخ والطالب، في حاجات بينفرد بها الشيخ، وفي حاجات بينفرد بها الطالب. إيه اللي بيشتركوا فيه؟ تصحيح النية. طبعا لقوله صلى الله عليه وسلم:
إنما الأعمال بالنيات. سفيان الثوري بيقول لحبيب بن أبي ثابت إيه؟ حدثني. فقال حتى تجيء النية، يعني لما استحضر النية بقى حدثك. والتطهر من أعراض الدنيا، تطهر من أعراض الدنيا يعني يبتغي بذلك، سواء الشيخ أو الطالب يبتغي عرضا من أعراض الدنيا كالمال أو الجاه أو السلطان أو الهوى ونحو ذلك. وتحسين الخلق، تحسين الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: مكارم الأخلاق. وحسن الخلق من الإيمان، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الإيمان. وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه. يعني يجب على الشيخ وجوبا أن يحدث ويسمع ويعلم الناس إذا احتيج إلى علمه، بمعنى أن لم يكن لا يكون هناك غيره في البلد أو في القرية أو نحو ذلك، لا يكون إلا هو، فيجب عليه أن يعلم الناس. طيب إن وجد غيره صار الأمر على الاستحباب، فيستحب له أن يعلم الناس. إن الملائكة لا تصلي على معلم الناس الخير. ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، بل يرشد إليه. ده بقى إيه؟ هيخش هنا الهوى. لو في واحد أولى منه يبقى هو إيه؟ يسكت ولا يتصدى ولا يتصدر للإيه؟ للتعليم، بل يرشد إليه. قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. مش بقى إيه يخبي وعشان الناس تيجي له هو وتترك الشيخ اللي هو أولى منه، لا، إذا رأى من هو أولى منه يجب عليه أن يرشد الناس إليه. الصحابة كان لهم قصة كده طريفة، إن واحد جه يسأل أحد الصحابة، فقال له: روح اسأل فلان من الصحابة برضه. فراح سأل يسأل فلان، قال له: اسأل فلان. كل واحد يحدفه للتاني لغاية ما رجع للأولاني. فالصحابة إيه كان عندهم؟ التقوى والورع، ولم يكونوا حريصين على الدنيا وعلى الشهرة وعلى الجاه ونحو ذلك. لا، هو ايه عايز يخلع الموضوع من ايه؟ من بقبته هو، فيقول له: روح لايه؟ لفلان. ولا يحدث ببلد فيه اولى منه، بل يرشد اليه. ولا يترك اسماع احد لنية فاسدة. ما يجيش يقول بقى ايه ده فلان ده نيته ايه؟ نيته مش سليمة، يبقى أنا مش هعلمه. لا، تعلمه حتى لو نيته فاسدة. وأولا النية دي من أعمال إيه؟ القلوب. وأنت لم تطلع على قلبه. ثانيا حتى لو إيه
هو نيته فاسدة فعلا، فربما تنصلح نيته أو قلبه بتعليمك إياه، كما كان السلف رضي الله عنهم يقولون: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. يعني هم في الأول كانوا بيتعلموا عشان يشتهروا والناس تعرفهم، يقعدوا يجادلوا الناس وهكذا، فلما تعلموا صار علمهم لله وأقلعوا عن كل هذه الأمور الفاسدة ببركة العلم. فأبى أن يكون إلا لله. وأن يتطهر، يعني يتوضأ ويغتسل ويجلس بوقار، كما كان الإمام مالك رحمه رضي الله عنه يفعل، كان إذا جلس للتحديث أو للتعليم يغتسل ويتوضأ ويلبس الجديد من الثياب ويسرح شعره ولحيته ويتعطر ويجلس فيحدث. فبيقولوا له: أنت بتعمل كده ليه؟ قال لهم: إعظاما تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يحدث قائما ولا عجلا، يعني ما يحدثش ويعلم الناس وهو واقف أو في الشارع، إلا إذا سئل يعني، لكن هو يجلس كده في الشارع أو يقف في الشارع ويعلم الناس لا. ولا عجلا، مش مستعجل، لأنه لو مستعجل الناس ممكن ما تفهمش هو بيقول إيه، يتكلم بسرعة عايز يمشي فالناس ما تفهمش هو عايز يقول ايه بالظبط. وكان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترسلا، يعني ايه، يفهم السامع منه كل كلمة قالها. قال لك: بحيث إذا أراد أن يحصي الرجل ما قاله في مجلس لأحصاه. وكان يكرر ما قاله ثلاثا حتى يفهم الناس عنه صلى الله عليه وسلم. ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك. وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير، تغير يعني لمرض أو أصابه شيء من النسيان ونحو ذلك، يبطل بقى يسكت ما يحدثش، لأنه ربما يحدث أو يعلم الناس بأشياء هو نسيها أو اختلطت عليه. أو النسيان لمرض أو هرم، يعني كبر في السن يعني. طبعا في بعض العلماء قال لك ان حد الهرم 80 سنة، الهرم 80 سنة، بس طبعا ده على الأغلب، لأن ممكن واحد يحصل له ده قبل 80، ممكن واحد يحصل ما يحصلوش ده على 80، يحصل له على 90، لكن الأغلب 80. والأغلب أيضا أن أهل القرآن محفوظون من ذلك، هتلاقي أهل القرآن وحفظة القرآن ممكن يوصل 90 و100 وهو عقله متزن يدري ما يقول. وكذلك أهل الحديث أيضا، لكنها ملاحظة جدا في أهل القرآن،
الرحيم. وإذا اتخذ مجلس الإملاء، كل ده إيه؟ هو بيتكلم عن الشيخ. وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. المستمل كان الأئمة الكبار يأتي إليهم آلاف الناس ليسمعوا منه، فطبعا ما يجلس في مجلس آلاف، آخر واحد أو اللي قاعدين في الآخر، آخر مثلا 200 300 400، خاصة إذا كان صوته ضعيف كده زي حالاتي، مش هيسمعوا منه حاجة. فيقوم يجيب واحد ويقعده كده على كرسي في وسط الحلقة، هذا المستمل يسمع من الشيخ ويبلغ الآخرين الذين هم في آخر الصفوف. وربما كان له وظيفة أخرى، إن هو يكتب أسماء من حضروا على الشيخ. أن يكون له مستمل يقظ، يعني مش واحد نايم على نفسه زي ما في ناس نايمة هنا، لا، يبقى قاعد صاحي كده وسامع الشيخ بيقول إيه، بحيث ما يفوتش عليه حاجة، لأنه لو فات عليه حاجة يبقى إيه، ضيع الناس اللي ورا دي، مش هيسمعوا منه حاجة أو مش هيعرفوا الشيخ قال إيه. لا لا لا، مفيش، هو في تحديث أصلا عشان في مستملي. وينفرد الطالب، هو كده انتهى من كلام من الكلام على أداب الشيخ، هيتكلم بقى على أداب الطالب، بأن يوقر الشيخ، يعني يبالغ في احترام الشيخ. يعني إن لم يكن لعلمه فلسنه، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ولا يضجره، ما يزهقوش في عشته، ما يطلبش منه ان هو يقعد يعلمه ساعات طوال. كان الإمام الزهري رحمه الله تعالى يقول: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. يا إما الشيخ هو اللي يزهق ويغضب على الطالب، يا إما الطالب هو اللي يزهق ويبقى قاعد مش مركز، فالشيطان هيخش بقى لو طال المجلس. وحتى في علم الإدارة الحديث بيقول إن الدرس أو المحاضرة إذا طالت لا ينبغي أن تزيد عن ساعتين، لأن بعد الساعتين تركيز العقل بيقل. فالشيخ بيقول إيه؟ ولا يضجره، ما ايه، ما يزهقش الشيخ. الشيخ قال له مثلا، قعد معاه ربع ساعة نص ساعة ساعة وقام، ما يقولوش لا استنى اقعد انا عايزك تقول لي تكمل. زي ما كانوا بيعملوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خش يقعدوا عنده في المنزل وفي البيت مش عايزين يقوموا. طبعا كلهم بقى يعني ده سيدنا النبي بقى، عايزين بقى ايه، لو قعدوا معاه لغايه ما يموتوا مش هيزهقوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من كرمه واخلاقه وحلمه كان بيستحي،
ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. ف يعني لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإيه ما نعملش كده برضو مع مشايخ. ويرشد غيره لما سمعه، يعني اللي يسمعه من الشيخ يبلغه لإخوانه اللي ما حضروش، فرب مبلغ أوعى من سامع. ويخشى أيضا أنه لو ما بلغش يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، لأن الحاجتين دول هما اللي بيمنعوا الإنسان من العلم، إن هو بيبقى مستحي زيادة عن اللزوم، بيتكسف، أو إن هو يكون متكبر. والبخاري في الصحيح روى عن مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. روى البخاري في الصحيح عن مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. لأن الحياء والكبر هما اللي يمنعوا الإنسان من العلم. الحياء مكسوف يسأل، مكسوف يتعلم، يبقى عمره ما هيتعلم. متكبر يقول لك أنا أروح أسأله، لا أسأله ليه، فكده برضه عمره ما هيتعلم. ويكتب ما سمعه تاما، يكتب ما سمعه تاما، يعني ما يتخيرش. كلام اللي عجبه كتبه، ما عجبوش ما يكتبوش. واخدين بالكم؟ واخدين بالكم يعني؟ عجبوا الكلام يكتبوا، ما عجبوش ما يكتبوش. فالإمام ابن المبارك بيقول إيه؟ ما انتخبت علم عالم قط إلا ندمت. يعني ابن المبارك كان ساعات كده يعمل زي حالاتكم ويقعد ايه يسمع اللي بيعجبه يروح كاتبه، اللي ما يعجبوش ما يكتبوش. فبيقول ايه يعني ما حدثش هذا مع عالم الا وندمت على هذا، ان انا ايه كتبت اللي انا عايزه وما كتبتش كل حاجه. يقول ندمت اشد الندم على ان فعلت هذا. يعني لازم للطالب ان يكتب كل شيء، حتى املاء الكتاب. وابن معين بيقول: صاحب الانتخاب يندم وصاحب النسخ لا يندم. اللي بينسخ كل حاجه بيكتب كل حاجه ده ما يندمش، انه هيجي عليه وقت هيحتاج الكلام ده، يقول المساله دي كان الشيخ اتكلم فيها، يا ريتني كنت كتبتها. لكن ان انا ايه اتخير بقى وكلام ده، لا هتيجي ايه هتندم على الكلام ده. ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط، يعني ايه يحسن خطه ويضبط الكلام. لانه انت لما بتكتب ورا الشيخ ممكن السرعة تخليك تكتب كلام تيجي بعد كده تبقى ايه تبص فيه مش عارف تقراه. لا، تحاول على قدر الامكان ان خطك يكون ايه جيد، عشان لما تيجي بعد كده تقرأه تستطيع انك تقرأه. ويذاكر بمحفوظه، يذاكر بمحفوظه، يعني انا حفظت حاجة
أعود أذكرها وأراجعها، وأجي أقول واحد مثلا من طلبة العلم معايا: أنت حافظ الشيء الفلاني ده؟ طب أسمعه لك وتسمعه له، وهو حافظ حاجة تانية يروح مسمعها لك. فزي ما بيقولوا حياته العلم مذاكرته. فطول ما أنت بتذاكر وبتراجع مش هتنسى. ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه، يثبت في ذهنه ولا ينساه أبدا. ومن المهم أيضا، ومن المهم معرفة سن التحمل والأداء. تحمل إن هو يسمع ويتلقى، الأداء إن هو بقى إيه؟ يعلم ويحدث بما سمعه. والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع. يعني إذا كان مميزا، مميز يعني إيه؟ بيعرف الفرق بين الأشياء. تقول له إيه دي؟ تقول لك إيه كوباية، كوب. إيه دي؟ منديل. إيه ده؟ ميكروفون. إيه ده؟ تليفون. يعرف الحاجات دي، يبقى مميز، يعرف يفرق بين الأشياء. طالما يعرف يفرق بين الأشياء يبقى إيه؟ يصح تحمله إن هو يقعد ويسمع العلم. وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا. يعني ممكن الطفل يبقى صغير ومميز ويدرك ويحفظ. طب إذا ما كانش مدرك ومميز فكانوا بيحضروهم إيه؟ تبركا. الايه؟ يحضروا مجلس ايه؟ سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، للمسمع يجيزه اذا ايه؟ وجد فيه تمييزا ونجابة وذكاء ايه؟ يجيزه. والأصح في سن الطلب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه. يعني هو سمع شيخ بيحدث بأحاديث وهو ما كانش مسلم، ولكن لما أسلم تذكر هذه الأحاديث وكان حافظا له، يبقى يصح أداؤه بعد الإسلام. وكذا الفاسق من باب أولى، الأولى. إذا كنا هنقبل من الكافر يبقى إيه؟ من باب أولى، إن الفاسق إذا تاب نقبل ما سمعه ونقبل إيه؟ أداؤه لما سمعه إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك. يعني إن هو يؤدي ويسمع ويعلم الناس ويحدثهم، ده ليس له إيه؟ زمن معين. زي الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام البخاري، كل دول جلسوا للتحديث وللتعليم وهم في سن صغير. وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد: إذا بلغ الخمسين، يعني ما يقعدش يجلس ويحدث إلا إذا بلغ الخمسين، ولا ينكر عند الأربعين، وتعقب بمن حدث قبلها كمالك. طبعا زي ما قلت مالك والشافعي والبخاري وغيره. ومن المهم أيضا معرفة صفة كتابة الحديث، إزاي يكتب الحديث لما يسمعه من الشيخ.
وهو أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكل منه وينقطه عشان يعرف يقراه بعد كده، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى. الحاشية اللي هي في الجنب كده بالطول، ايه زي ما ايه الشيخ كاتبه. يعني في حاجة سقطت منه، يقوم يعلم علامة على مكان السقط، يروح كاتب الكلمة في الحاشية. وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. يعني هو سمع الكلام ده من الشيخ، ولا سمعه من واحد تاني، ولا سمعه منين، يكتب الكلام ده كله. وصفة سماعي بألا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله. يعني هو خد الكلام ده من أصل الشيخ نفسه إذا كان هيكتبه، ولا خده من واحد نقله عن الشيخ، واحد كان حاضر سامع أحاديث الشيخ فكتبها. فهل هو نقل الكلام ده من الشيخ نفسه ولا ممن نقل عن الشيخ؟ فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. يعني إن تعذر إن هو ينقل من أصل الشيخ، يبقى إيه؟ يستجيز الشيخ وينقل عنه بالإجازة. وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده. يعني شوف المشايخ اللي في بلده الأول ويسمع منهم ويتعلم منهم، ما يسيبش اللي في بلده ويروح يتعلم من اللي بره الأول، لا، يشوف اللي في بلده ويتعلم منهم الأول، وبعدين إيه يروح إيه يتعلم من أهل الإيه البلاد الأخرى. هذا إذا كان يعني في بلده علماء. طب ما فيش علماء في بلده، يبقى إيه ينتقل ويرحل إلى بلد أو مصر فيه علماء. ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. يعني بعض طلبة العلم بيبقى همه بس ان هو يبقى عنده شيوخ كتير، بينما تجد واحد اقل منه في الشيوخ وعنده علم اكثر منه، فهو ايه يروح يسمع، يقعد مع الشيخ ده يوم او اتنين ويروح سايبه، يسمع عند شيخ تاني يروح يقعد معاه ويسيبه. المهم هو عايز يكتر عدد الشيوخ، بعكس مثلا طالب اخر يجلس مع الشيخ الى ان يأخذ كل ما عنده، وبعدين ينتقل الى شيخ اخر، او يقعد مثلا في اليوم مع اكثر من شيخ والى ان يأتي الى ما عندهم. يعني مثلا الإمام النووي كان بيحضر 12 مجلس أو 12 درس في اليوم الواحد، 12 درس، 12 درس، 12 شيخ، 12 شيخا في اليوم الواحد. فقاعد ما وروش حاجة إلا طلب العلم. مثلا الإمام النووي أصلاً ما كانش بيأكل،
كان لا يأكل إلا أكلة واحدة أو أكلتين، ولا يدخل الخلاء إلا مرة واحدة، وحتى لما كان يجي ينام بيقول، يعني هو بيحكي عن نفسه أو الطلبة بتحكي عنه، إنه قعد سنين ما بينامش على جنبه، نومه كله على ظهره، بيسند ظهره كده ونايم لما يجيله النوم، قاعد نايم وهو جالس، مفيش وقت عنده ان هو بقى ايه ينام ويستريح ويعمل زي ما احنا بنعمل كده، لا، سنين ينام وهو جالس لحرصه على طلب العلم. احنا قلنا ايه الامام الشافعي بيقول ايه، العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. فإذا اديت العلم كل وقتك وكل حياتك هيديك بعضه. طب انت اذا ما اديتوش بقى حاجة ولا ما اديته بعضك مش هيديك حاجة. وصفة تصنيفه، طيب هو بقى لو وصل إلى مرحلة بقى إن هو بقى شيخ وبقى عالم، طيب عايز بقى يصنف، طبعا احنا بنتكلم على علم الحديث، وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم، وهو أسهل تناولا. المسانيد يعني يجمع أحاديث كل صحابي في مكان واحد، ليس كما يفعل أصحاب السنن أو أصحاب الصحاح إن هم بيذكروا الحديث حسب الموضوع، موضوع الفلاني في الأحاديث الفلانية كذا، حديث كذا وحديث كذا، لا هو ملوش دعوة بالموضوع، هو بيأتي مثلا لأحاديث أبي بكر الصديق ويجمعها في مكان واحد، ثم يأتي إلى أحاديث عمر بن الخطاب ويجمعها في مكان واحد، ثم أحاديث عثمان وأحاديث علي وهكذا، وهو ده المقصود بإيه، رتبه على سوابقهم، فيقدم الصحابة لكبار الصحابة الأول، سوابقهم في الإسلام. وإن شاء رتبه على حروف المعجم، يبتدي الصحابة اللي بيبتدوا بحرف الهمزة ثم حرف الباء ثم حرف التاء وهكذا. الحظب وهو أسهل تناولا، ليه؟ لأن ده مرتب، أنت عايز مثلا في حديث أنت عارف أنه هو الراوي ليه عبد الله بن مسعود، فهتروح جاي فاتح حرف العين وتدور في حرف العين، وحرف العين نفسه هيبقى مقسم عبد الله وعلي وعمر، فيسهل برضو انك ايه تحصل على احاديث عبد الله بن مسعود تبقى محصورة. لكن لما تبقى مرتبة على السوابق، ممكن السوابق دي يختلف فيها ناس، وحتى لو ما اختلفوش طب هو هيبقى مكانه فين، تقعد بقى تدور في المسند كله. لكن لما يبقى مرتب على حروف المعجم يبقى ايه اسهل في البحث، او تصنيفه على الابواب الفقهية زي ما بيعمل ايه صحيح البخاري ومسلم واصحاب السنن، او غيرها، بان يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا. والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، يعني الأولى في المصنف أن إيه يذكر الأحاديث الصحيحة أو الحسنة اللي هي المقبولة، فإن جمع الجميع إن ذكر بقى إيه الأحاديث الصحيحة والضعيفة فليبين علة الضعيف، يقول الحديث ده يا جماعة اهو انا برويها اهو بس في علة في ضعف وسبب ضعف وكذا،
الترمذي طبعا بيعمل كده، وابو داود بيعمل كده، او تصنيفه على العلل زي ما بيعمل، زي ما عمل مثلا ايه الدارقطني، فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها. يعني حتى الأحاديث التي سيذكر لها عللا يرتبها على الأبواب حتى يسهل العثور عليه، أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، زي ما عمل ليه الحافظ المزي في تهذيب الكمال، كان ايه بيذكر اطراف الاحاديث. والحافظ ابن حجر له المسند المعتلي في اطراف او في اطراف احاديث مسند الامام احمد الحنبلي. الحافظ ابن حجر عمل كتاب في اطراف المسند، مسند الامام احمد نفسه، فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة. واضحة طبعا ولا عايز شرح؟ واضح. ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي سبب ورود الحديث، صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، وهو أبو حفص العكبري. وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور، وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر. يعني أنه عشان يذكر بقى إيه ويحصر كل الأنواع التي تكلم عليها، يحصر الأمثلة الواردة فيها، فده صعب جدا، وكان يذكر مثال أو اثنين للبيان. نعم؟ في مسألة سبب ورود الحديث؟ لا، هذه الأنواع المراد جميع ما ذكر من قبل، ولا فقط أسباب ورود الحديث؟ لا، هو كده بقى خلص وبيتكلم، بيقول إيه صنفوا في غالب هذه الأنواع، الأنواع يعني كل العناوين اللي احنا تكلمنا فيها دي. يعني الخطيب البغدادي والحافظ السيوطي والحافظ ابن حجر، يعني تقريبا ما تركوش ايه عنوان من هذه العناوين إلا وصنفوا فيها كتابا مستقلا. مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. يعني أنت في أي مسألة من المسائل التي ذكرها الحافظ في كتابه هذا عايز تتوسع فيها، ترجع بقى إيه للمبسوطات والمراجع، شروح الألفية ونحوه، حتى يعني يتبين لك إيه الحق في هذه المسألة، أو المسألة مش واضحة فعايز وضوح أكثر أو أمثلة أكثر، فترجع إلى إيه المبسوطات والمراجع الكبيرة ليحصل الوقوف على حقائقه. والله الموفق والهادي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.